انا في غدي وليدات عندي سبعه فغديهم فغنجي ما عنديش يتيمه بوجود الله تخدم معاه في الموقف نهار خدم نهار نقعد نهار ناكل نهار ما ناكلش وانا عايشه مع وليداتي جاني الافراق على ثلاثه خطرات هو اللي شرى فوقنا احنا ما شريناش ما مشيناش ضمنا هذا السيد ما عندنا ما غنديروا له هو اللي شرى فوقي هذا السيد وزايده هنا عندي 50 عام هنا بس زايده في عمري 50 عام وراجلي عنده 60 عام والزياده زايد هنا وخلق هنا وفي غنمشي انا ولادي في غنمشي يلا هذا موت انا عندي فين نسكن ما عنديش وجه الله واطحين ما عنديش في داري حتى حاجه ما عندي في داري ودرت القاعده في الموقف انا وليداتي نهار خدم نهار ما تخدمش وجه الله درت فين إذن مشاهدي الوجه مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة سيسنا بالضبط في حي زهنة. اليوم يتم تنفيذ واحد الإفراغ ديال هذه المنطقة ديال زهنة باش نعرفوا التفاصيل ديال الساكنة اليوم تواصلوا معنا. السلام عليكم الشريفة. سلام سيدي. شنو واقع عليكم اليوم؟ أنا سيدي أنا خارقة هنا وزايدة هنا ووالدي كانوا خماسين عند قايد وراجلي دوز ثلاثة الملوك وأنا ساكنة هنا وأنا ولادي وأنا ما عندي فين نمشي أنا عمره رجالة وانا عندي ولدي مهبول ترى 4 سناسن وما عندي لا فين نمشي لا فين نقبل انا راه عندي 64 عام وانا هنا خالقه والدي خماتو وجوزوني وانا خالقه هنا وزايده هنا ودابا سيدي انا الموجود الله ما تنخدم معاه في الديور انا ما تنخدم عند اي واحد تنخدم وما تنخدم في الديور تنخدم في الخلا نخدم في اي بلاصه وانا جاني الافراغ انا ما عندي فين نمشي ما عندي فين نجي انا ما عندي لا اللي راجلي براني وما عندي لا فين نسكن لا فين بعدو راجلي تا هو كان خماس عند القايد وهادشي سيدي اللي كانوا جانا الافراغ في غنعطيوها وهذا حسن دابا اللي قالك هو شاري يجي وريني انا براسي وريني بلاصه المطامر اللي كان فيهم الشرشم وهذيك الساعه اللي بغا غايديروا يجي وريني بلاصه المطامر فين كانوا والله يعاونو دابا احنا سيدي ما عندنا فين نمشيو لا فين احنا ماشي من ولاد مالك احنا راه خلقنا هنا وزدنا هنا وعشنا هنا احنا اولادنا وكل دوار كامل خالق هنا وزايد هنا والدار ديال امين وتعالى تشوف عن النخله شحال عندها من سنه عن النخله باش يجي هو شاري وصحاب الفيضان طلع عطيهم الملك وعطيهم سيدنا البلان وعطيهم كل شيء وهم باينين كان اللي باني كان اللي ما عدوش دار عشا كان اللي مسافد كان اللي مازال شتي ولا اللي عطي سيدنا 2011 وحنا ما تنعرفوش اسيدي هاد القرايه 2011 داك الواد ومن الواد عباش من الواد لهنا هو باقي ما شاري ما والو ما كانش حسو كاع ما كانش حسو وشاري السكان شاري السكان اسيدي وحنا ما عندنا فين نمشيو انا ولدي تربط بسناس في غندي ضرب عباد الله ما عندي سيدي فين نمشي رجع الله ولا قال لينا سيدنا خرجوا غنخرجوا وعاش الملك والله يجعل البركه. السلام عليكم. اليوم انت ما غتنفذ عليك الافراغ ياك واخا تفضل اخويا عندي جانا الافراغ متفاجئين اليوم اجي عندنا السلطه باش تخرجنا من محلاتنا ولي هذا عندنا بلاناتنا عندنا كل شيء وزايد هنا وخالق هنا وعطينا المخزن سيدي بلان شحال من عام انتم هنا؟ انا زايد هنا انا 61 سنه انا زايد هنا خالق هنا والدي زايد هنايا والدينا كانوا خمسة والدينا كانوا خماس على هذا القائد ابراهيم هذا تيقول لك هذا القاسمي شرا من عنده الارض وشرا السكان وشاري السكان كلهم مروعنا ومروع اولادنا وكل شيء مروع والبلاد شاري هو ارض في ناحيه قمع القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخويا هاد الناس اخويا جانا هنايا الافراغ اخويا. واش هاد الناس هادو كاملين غادي يفرغوا اخويا من هنا؟ ها؟
شتي المرأة فاش خدامة؟ شتي المرأة فين زايدة؟ زايدة هنا هاد المرأة هادي، وهذا الراجل زايد هنا، هذا راه خوه تا هو. ها؟ طاحت الطيارة هنا. طاحت الطيارة هذيك المرأة اللي كانت تهضر راه بواها هذاك، باش طاحت الطيارة، شوف انت 86 ومات فيها البيلوت. ها؟ مات فيها البيلوت. ايه مات فيها البيلوت. العظم ديال البيلوت. قول لي الله يرحم الوالدين هاد الناس هادو فين غيمشيو؟ يلاه قول لي فين غيمشيو هاد الناس هادو؟ واش يتشردوا؟ ها؟ ولا كانوا يتشردوا راه ما بقى حكم، ما بقى حتى شي حاجة. ولا الحكم هو ديال حسن الملطاحونة، ولا شاد الناس ديال سليمان كاملة. عايش الملك، عايش الملك، عايش الملك. كتسناو كلمة واحدة من عند سيدنا، كتسناو كلمة واحدة من عند سيدنا. إلا قالنا خرجوا من هنا غنخرجوا ونقصوا البحر تنغبيو. شتي ما نقصوش، ما رجعوش لها. صافي حنا غنخرجوا، سيدنا شاد هكا يقول لنا كلمة واحدة، كلمة واحدة، اما نقصوا اما نخرجوا. انا واخا يمشي اللي جا ما خارجينش هنا غنموتوا، هنا غنموتوا حنا وولادنا. ما عاد تفكوش حتى الموت، ما عاد تفكوش حتى الموت، ما عاد تفكوش حتى الموت. ولا تيصيفطنا بنادم هنايا، حنا جالسين تنهضروا على راسنا وبنادم تيجي بشوالنا، انا جالسين عاودنا الصداع. ها آه؟ واش حنا ما نهضروش؟ ها هو، ها هو هذا السيد هذا. السلام عليكم. هو يهضر معايا. السلام عليكم. شحال من عام انت ساكن هنا سيدي؟ انا جيت هنا بكل مني كنلقي ابراهيم. وانا هنا جبت من هنا حوزي، جيت وليدات بعد الغيس، عشا ديال الغيس. زعما فينا هذا هذا منطحونا عشا يطلع من هاد الدراوش. 92 عام، 92 سنة في عمري، و 95 عام ديال الحبس. هذا مو 20 سنة ديال الحبس، هذا منطح ولا ما في الاخرين غنكمل به 27 اخرى. راه قاعد تهز هنا ودار هنا، راه غايطيح 50 روح ولا 60 روح. راه كاع ما خاوياش من ايام الاستعمار، من ايام الاستعمار والناس هنايا. انا كنقول للعالم كله هاد الناس راه مؤمنين بالطحين، وكيعطي الطحين كيتموا زيدنا، وكيعطي النسوة كيتموا زيد الدراوش، وكيخلعوا لنا ولادنا. وخلعونا احنا ما كنعسوش، وكغنديرو مع هاد السيد، هاد السيد اش وعدنا؟ اش يقلب علينا؟ تجي البلاد ديال الدولة، البلاد ديال الدولة، وما زلت ما قانع الشيطان من فيها الدولة تبغى تدير المحطات ديالهم، وما هنا ما خرجت تضحك ديال يدي. انت ما نقولك اسامحك. واخا تفضل زيد انت. ها هما خويا، ها هما، ها هما خويا، ها هما جاو عندنا خويا غيفرغوا قلب. انا ما هدرتش واخا. ها هما فعال فين السعود 2010 والدار قصر ديال سيدنا فينا هي وزارة الثقافة؟ واش من حق هذيك الدار تريب؟ واش من حق هذيك الدار تريب؟ تحفة تبقى للتاريخ الولد للولد. أنا با زايد هنا فعام 1930 باش مساو بلا كارت هنايا، وخلي جدي وخلي وخلي وخلي. وهذا السيد جاي تيقول لك اليوم المحكمة ها هما الموفدين جاي، ها البوليس جاو، ها المخزن جا، ما بقينا نرقدو، ما بقينا ننسو، ولادنا نزيدو، اهبلنا تسطينا، وفينا هي حقوق الانسان؟ فينا هي حقوق الانسان؟ فينا هي حقوق الانسان؟ ولا الظلم هذا، هذا راه ظلم، 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 هذا ظلم، ظلم، يا عباد الله، ودخلوا خوتنا، وفينا هي حقوق الانسان؟ ها كينا اللي كنشرب هيا. رحنا غد سطينا، رحنا خرجنا عقلنا مع هاد السيد هذا. واش ما كاينش شي ناس اللي غادي يدخلوا يردوا لنا عقل هاد السيد؟ ما تعدينا عليه، ما شكينا به. احنا ساكنين هنايا من عام 1930 باش با مصايب لاكار. خلي جدي، خلي انايا في عمري 63 عام ارسلت رساله للديوان الملكي، ما جانا خبر. ارسلت رسالة لرئيس الحكومة، ما جانا خبر. ارسلنا رئاسة للديوان الملك،
حتى شي حاجه ما كاين. قال لك شي هالشي مسدود علينا الابواب، دابا ما تحلفوش هنا، تنطلبوا من الله ومن الملك سيدنا يحل عينه فينا على حنا عينينا. اللهم هذا منكر. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش اخويا. دابا هو تنسيد هذا، دابا شنو؟ ما عندنا حقوق الانسان، فين هو الظلم؟ هاد الناس كيتحكموا بلا شرع بلا قانون بلا والو. خويا سمعك، تفضل تفضل اخويا، تفضل تفضل اخويا، تفضل تفضل. فهمنا هاد السيد بالله، تيقول لك الافراغ، ما الافراغ هي راه ما كاين لا افراغ الاول، وما عمره غيكون لي هاد الشيء، فهمتيني؟ كاين لا افراغ الاول، البلاد ماشي ديالو اصلا، هذه بلاد ديال الدومين صافي، هي البلاد مخزن ما لا ما عندوش، ولا بغى ولا بغى بنادم يفرغوا، ماشي عايش وفرغ، ماشي اجي وفرغ بنادم، شي بنادم يستافد وكذا كما داروا الناس واللي احسن منه داروا هاد الشيء. ملي يجي يقول له حقه ويهدد الناس حقه، يقول راه افراغ الافراغ، راه ما كاين لا افراغ الاول، وما عمره غيكون اما الموج ولا غيشوف شي حاجه اللي ما كايناش. هو بغى يبني بهذه الطريقه هذه، بغى يبني وتهدد الناس باش يسكتوا على الظلم ديالو هو، ويبني ويدير ويدير ما بغى، فهمتيني؟ اما راه ما عمره غيبني وما تيدير القوانين ديالو ويخلص الضريبه اللي عليه، هذيك الساعه عاد يمكن له يبني، ولا بغى يخوي شي واحد حتى يستافدوا، حتى يعطيهم ويمولهم بعد. هذا راه بغى يدير الفتنه في البلاد، هذا ما كاين لا فتنه لا والو، الفتنه ما عندهاش. هذا باغي يدير الفتنه في البلاد، واش كاين السيبه؟ واش انا ملي عن خويا انا في الدار انا في غنمشي؟ ما عادشي في غنمشي، ما تخويش الدار. شكون عاد مثلا 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 وما كاينش المحسن كاع نقولوا، غنخوي لي هذا. لا ما يخويناش، ما كاينش المحسن كاين هنا. انا شوف شحال ما كاينش المخزن، شتي ولا ما خديناش حقنا المخزن، وما خرجناش غنموتوا هنا. صافي الموت، غنخرجونا ميتين ولا حيين نبقاو هنا. ما تخممش، شتي ميتين خرجونا من هنا ولا حيين غنبقاو هنا. صافي ما خارجينش، غيسوقنا ما يخرجوكش، ما كاينش. حنا غنبقاو هنا حتى نموت، كنقولها اليوم وغدا حتى نموت. خرج من هنا ميت، ملي غتكون شي حاجه هذيك الساعه. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. إلا ما كانت سيدنا، إلا ما كانت سيدنا خرجنا هذا. فين يعيشوا الدراري؟ فين نعرفوا هذا الشيء؟ يلا هو ملي يجري عليها الصبيان هذو فين يعيشوا؟ خلينا ياكل بلا فين يعيش؟ هذا شنو ياكل؟ فين ينعس؟ هذا يمشي يزوطو الزنقة، حيت هو ما عندوش وليدات بحال ما هذا، ما تيولدش. كون كان تيولد يحس بهم، يحس بوليداتهم بلا ما نوريك. راه بزاف الناس، راه كاين اللي ما دارش تاليكوش. شوف العصا، كاين اللي ما عندوش تاليكوش مسكين، وحق الله العظيم. انا عارف الصبر ديال الولاد بلا ما تعرفش. انا راه ماني والو، ولكن مش الناس الصغار هذو ضايعين. ها انت غرام راه بلا من عدل، والله الا بالله. شوف الشارع، شوف هذه راه بنتي، هذه ها هي تخلعت. لا دائما نخلعوا ولادنا بحال ما هكا، دائما تخلعنا. تربي فينا الخلعه ياك، وما مفكلش، وما مفكلش. ولادنا ما غتشردوش، هادي الا ما كانش الملك غتشردو. شتي الا ما كانش الملك غتشردو. الحمد لله كاين الملك، كاين الله وكاين الملك، كاين الله وكاين الملك. مع الخجول الله ياخذ حقنا، الله ياخذ حقنا. انا بنتي راه عندها 42 عام اللي زادت هنا. علاش الظلم هذا؟ اللي باغي يشد غنمشيو على البشر وظرف الوبائي. هاد المراه هادي ركبتنا، ركبتنا بقى الصبيان، بقى الصبيان ركبتنا في هاد البلاصه هادي، بقى الصبيان صغار ركبتنا هاد المراه هادي. اه والمالك اش فيها الشمس؟ الله الشومة، البلاد كتمر ظرفيه وبائيه صعيبه، هو باغي يشتت شوف الناس يقلبوا يتعاونوا على خوتهم المسلمين وهما بغاو يجريو عليهم. ثاني نعديها مع القبر وعيش عا باش ما عطا الله. هادو راه ملاكين بحالك انت، ديروا هو ماشي دابا السلطات خاصها تتصرف فيه، لان هاد الوباء وما مخرج هاد الناس بلا ما عشش حياتهم، وحنا دايرين عاشش وجاي طامعنا فيهم. عاشش هاد السيد يعوضنا، يمولنا، يجهز لينا.
راه هادشي عيب، راه ظالم ظالم ظالم. واخا شي حاجه غير القانون في البلاد يدير معنا شي حاجه قانونيه. هنا عندنا 6 دراري سبعه والحكومه ما كايناش. نحوش تفاهم معكم مثلا يجلس معكم الطابل. ما بغاش يجلس معنا لو كاع يجلس معنا الارض اخويا. كاين الناس هنا اللي ساكنين قبل ما يتزاد هذا ولد. هذا ولد القايد 60 سنة كاين عنده 80 سنة كاين هذا اللي ساكن هنا قبل ما يتزاد هذا ولد القايد اللي باع دابا أنا عندي 30 عام وأنا ساكن عاد شهادة باع بغى يخرج الناس اللي كانوا خدامين عند با خماسة ديال با فين هو الجزاء ديالهم هاد الناس فين هو الجزاء ديالهم واش الجزاء ديالهم هي يترماو ما يمكنش هاد الشيء هذا إلا كان عندنا في البلاد غيرميونا في البحر نيشان ما لقاوش مواطنين يرمينا للبحر صافي ولينا زباله حنا ولا يجي هاد الكلب هذا هاد الكلب هذا هاد الكلب هذا اللي باغي يشد سيدي سليمان كامله الزيت في جيبه كاين اللي ما عندوش يطرو ديال الزيت في جيبه ما تجيب له انت المحل فين يجي ها كاين اللي ما عندوش يطرو ديال الزيت كاين اللي ما خدامش حنا مهمشين لا خدم نهار تقعد سيمانه باغي حسن ملطح وين يجيب لهم هادشي راه اذا مشاهدي الوجه كما كتشوفوا الان يتم تنفيذ افراغ شريفه كي داير الحال النفسيه دابا ديالك انت زيدينا شنو دابا تيقول لها الحاله العويشه انا الحاله تتشوف في الحاله الحاله لحال الله بعد سبعات الوليدات وخدمها في الموقف وسيدنا عطاني البلان ودار قاعده في الموقف باش بنيت هذوك الطوبات ودار عليهم عميكا وانا بنت هنا وعندي 50 عام عمري 50 عام وراسي مريض بالقلب وانا مريضه تداوينا وراسلي وفي غدي الدراري وفي غديهم يلاه ما عندي في غديهم ما عندي لا موي لا با يتيمه وانا متسيد طلعت لي الطياره هذا راجع عندنا تهددنا قالنا جلاله الملك غتخوي ولا هذا السيد قال لك سي الملك نعطي باش خويو من ولا تموتوا ما غنخويوش ولا تموتوا غنموتوا في الدور جلاله الملك تحكم باش ما تحكم علينا بالملك تقول كاع قالكم غتخويو واش تموتوا هيدي يا قالك اسيدي غنموتوا جا تيقول تهضر معنا ماشي لا انا معاك الطياره وانا هنا قالك ما خويتو داك باش هذا الشيء شتي شنا ربي اللي طاح راه المرحوم ها ما مسيفط لينا هنايا القوه ديالنا المحكمه الابتدائيه الشفالة الخمالة تعطيهم الرشوة الفلوس باش تجيو لينا لهنا هاد الكلاب هادو انا ما بقاش خلاص الحاج الحوايج ديالي انا هنا ما عندوش كاع حق ما عندوش شفال قمار تعال تشوف واخد 35 قطار تيقول انا بنتي ولادنا انت البلاد اللي جيتي هددنا جيتي هددنا بالموت هنا واحد جيتي هددنا هنايا من واحد انا سميتو الطهوري الطهوري من المحكمه صيفطوا لنا ملطحونا تيهددنا وتيقول لنا اللي بغى يموت يموت ولا بغى وصلت الموت راه نموتوا معاه خصموا لا ماكم حيدوا حيدوا خلوا الرجل كاين من كان في المدينه هذه هي وهاد الارض هذه ديال زهانه ماشي ديال القاسم اللي شراها وهاد باني على السياح باني على السياح باني على السياح ما عندوش حق اجي معايا 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 تمام تفضل عبد الرحيم بني عشية دور دور شامبيون بني عشية والله انصر سيدنا والله انصر سيدنا والله انصر سيدنا بني عشية كلشي عشية شوفوا عباد الله شوفوا عباد الله هذا خارج لهاد السكينة هادي بني عشية وشوفوا شوفوا ولاد الأرض فيها عشوائية تا ورقة ما عنده تا ورقة واخا سي عبد الرحيم واخا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكتونا سكتونا معكم رئيس جمعية ريحان للتنمية المستدامة والمواطنة أنا أحد قاطيني هذا الدوار هذا المقصي والمهمش
ونزيد على ذلك ان السيد اللي جاي بلغ هددهم بان القرار الا خرج من ان قال لهم الاحكام صدرت من اسم صاحب جلاله ومن صدرت الاحكام باسم صاحب جلاله انه من يجيو ينفذوها يموت اللي يموت ولا قدام الناس قدام مرأة ومسمع من اللي يموت كان اللي بغى يموت يموت واللي بغى يطيح يطيح بان صاحب جلاله يهدد جلاله الملك لا يعقل بان صاحب جلاله وقفوا تما لا يعقل بان صاحب جلاله اللي تحميها الطبقه المهمشه والمقصيه السيد مفوض قضائي بان قال لك نصدر القرار سمعوني مزيان قال لك صدر القرار باسم صاحب جلاله ومن يجي يتنفذ يموت اللي يموت ويعيش اللي يعيش ما عنده غرض حتى شي واحد حنا قلنا له صاحب جلاله لا يهدد ارواح الناس هو اللي تحمي ارواح الناس وبالفضل ديال الله وبالفضل ديالو باش حنا مستقرين وعايشين وهذا السيد المستثمر هذا الشخص المستثمر اللي هو تيلعب بالقانون وتيتماطل على القانون بطرق تدليسيه ما عرفناش البطاجيه منين جابهم راهما بالعصايه ديالهم راهما بالزراو ديالهم سير سير خليص راه عاد سير راه ناكلوهم ماكله هايدو خويا وخلي يشوفك هايدو شويه هايدو خويا وكير راه صاحبي 8 ديال الدوار حنا اللي كنهضروا معاكم دابا راه ماشي دوار راه 8 ديال الدوار اللي اصلونا شحال ديال السكنه 80 لا 80 دار معنيين بالامر معاه ولكن حنا الحمد لله تلاحمنا 8 ديال الدوار ولا 9 ديال الدوار ديال زهانه كنا تلاحمنا وتلاحمنا وحنا بينا حنا راه كتله وحده حنا راه كتله وحده وحتى واحد ما غادي يخرقنا وحتى واحد ما غادي يفركتنا ودائما حنا غنناصروا بعضياتنا حنا غنناصروا بعضياتنا الا تظلمنا الا تظلم اي شخص منا حنا غادي نناصروه وهاد الدواور كلهم راهم معاه وزياده على ذلك حنا ما همشي نحبس لينا ما بغاش يدوز لينا الطريق ما بغا والاناره ما عندناش والواد الحار ما عندناش 8 ديال الدواور كلها كتعاني من هاد الظروف هادي وحنا حنا داخل المجال الحضري 2022 كنعانيو بهاد الظروف وشو الحي كيفاش داير صور معايا صور معايا زيد زيد اكمل على الموضوع شوف كيفاش كنعانيو شوف كيفاش شوف الظروف اللي كنعيشوا فيها ورغم ذلك هو بقى يتنفذ علينا شوف الظروف اللي كنعيشوا فيها شوف الظروف اللي كيعيشوا فيها الاطفال هاد الرجال الغد هاد الناس اللي غادا هاد الناس شحال ديال الاولاد هاد الناس اللي غادا وقف تما وقف تما دراهم هضر وقف هاد الناس اللي غادا هاد الناس هاد اللي الرجال الغد ان شاء الله شوف كيفاش كيعانيو راه ما عندناش ظروف الحياه وهاد الشخص لانه سياسي نافذ سياسي نافذ تيلعب بالمجلس كيف ما بغى وكيلعب بالقانون كيف ما بغى وهذا الشيء غادي نوصلوا هذا الشيء غادي يوصل درجه بدرجه والناس ديال اذا المآل ديال هاد الامكان كانوا في المستوى وتفاوضوا مع الناس بواحد السلاسه ومن هنا كنشكر السيد المدير العام للامن الوطني على هاد الرجال اللي تعاون عليهم وراه تحسنت عندك الاداره 80% ولا 90% تقريبا اذا المآل ديال هاد الناس فين غادي يمشيو؟ ملي غيطرد هو 75 دار فين غادي تسكن 75 ديال الديور 75 عائله كل عائله كتكون عائله كل عائله تقريبا فيها واحد 8 ديال الافراد او 9 افراد تقريبا ضربتي 75 في 8 راه 75 ما تزيدوش عندهم ما تزيدش راه فوق 600 ديال 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 دي الناس وهما ازرونا الضواور المجاورين ازرونا والحمد لله حنا بينا راه لحمه وحده وكيما الفاسدين في المجلس في السياسيين وفي الاداريين كتله وحده حنا الشعب تاعنا راه كتله وحده وغنحاربوكم وغنقضيو عليكم لان حنا على حق وانتم على باطل عاودنا القصه ديال الطياره اللي طاحت حنا هذاك العام عام 1680 تفضل تفضل خشمه وقف وقف خشمه وقف تما وقف تما 86 زايد انا فاش زايد انا ورجع الله باش هو تيصور باش طاحت الطياره هنا 86 فاش طاحت الطياره هنا عام 1686 فاش طاحت الطياره هنا مات فيها البيلوت مات فيها مرضى لحد الان حنايا باقيين عايشين فيها مع 1908 ايام الاستعمار ديروا الله ايام الاستعمار وحنا فيها والدينا كانوا بانيين فيها على الخيام ما كاين لا ضوء لا سيما لا تلفازه لا اذا على يديك هذا من 2016 عقد البيع ديالو ها واخا بري البيع ديالو باش شاري في 2016 عاد شراها جاي صيفط لنا دابا الطهوري من المحكمة تيقول هذاك منفذ هذاك منفذ هذاك المنفذ واش انا غادي نفرخها وانا ساكن بها من كانت البلاد بريال وقال لك الملك غيقتل كل شيء قال لك راه غادي يقتلوكم اللي بغى يموت يموت واللي بغى يعيش يعيش واخا شنو قال حسن الطهوري هو اللي قال هذه منفذ واحد
جا القايد ابراهيم، جا القايد ابراهيم من عين السلطان يوسف رجا طويل، جا مع الكاشي عيد التفويض ديال السلطان، جا مع كانت عنده السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه، كانت كل الصوره تكون تحت يده، استولى على هذه الاراضي، هذه ديال زهانه، واستولى على الاف الهكتارات، ورغم ذلك كانت عنده امتيازات وصنع لنا في السلطان، انا تنأكد لكم انه صنع لنا في السلطان، كان من الخائنين ديال الاستقرار وديال الوحده. وهذا الشخص اللي بغى يستولي عليها حتى هو حتى هو تحت الظروف، حتى هو رئيسني، شحال مختار كاين هنا؟ شحال مختار؟ 75 دار اللي معنيه بالامر، 75 دار. و والاخرين جاو ازرونا، حتى حنا تنحييهم من هذا المنبر، تنحيي الضوار كاملين، وحنا بينا راه حنا لحمه وحده، وحنا يد وحده، زهانه راه يد وحده، زهانه ملي كتعني الضوار كاملين راه يد وحده، راه كامله يد وحده، وهنا تبين بانه الحمد لله بني حسن فيهم رجال، وفيهم العيالات الشريفات، وفيهم العيالات اللي جاو ازرونا من برايس بعيده، فيهم عيالات اللي جاو ازرونا من برايس بعيده. كمل مع حسن، كمل. ها هي بلاد الزهانه، تيقول هو ارض الارضي، هذه راها بلاد الزهانه، ها بلانها باقي كاين ها هو لحد الان، احنا ما راقدينش. شوف القاسمي عندك تغلط، هاد البلاد كاين عندنا، عند الجيران ديال الارض. هاد البلاد عطيه ليا سيدنا بحال 1990 معترف به، معترف به. واش ما راعش الظروف ديالكم؟ ما راعش الظروف الاجتماعيه ديالكم؟ لا ما راعش. شوف هاد الشخص هذا في ما كانت شي بلاد فيها المشاكل كيدخل عليها، لحقاش عدد ديال الموظفين، حنا ما غنسميوش الموظفين بالقطاعات كاملين اللي تيساندوه، الموظفين كاملين ماشي كلهم معاه، ولكن عدد كبير ديال الموظفين فاسدين وتيخدموا معاه الطرق، تدليسيه، بما كانت شي بلاد فيها المشاكل وبلاد تونسيه كيشريها، رغم انه ما تيكونش مالها، تيهنسوا الطريق وتيسيبوا له البلان اللي تيناسبه هو. والحمد لله غادي ننتصروا عليه بالفضل ديال الله، بالفضل ديال الصبر ديالنا، غننتصروا على هذا الشخص هذا وعلى امثاله، وكاع اللي خرج على سي سليمان، وكاع اللي خرج على سي سليمان. انتم برسالتكم رئيس الجمعيه، شنو هي المؤازره اللي داروا لكم هاد الساكنه هذه؟ والحمد لله استجبوا للمطلب ديالنا كاملين، وراه العدد راه باقي كبير. شوف راه باقي كبير، وكل شيء كان مستعد اليوم. اليوم كانت غتوقع الله يستر كارثه لا تحمد عقباها، ولكن الفطنه ديال الرجال ديال الحموشي والذكاء ديالهم ويعني وراعاو الظروف والظرفيه ديال هذا الوباء وديال هذا شافوا وراعاو ديال هذا الجفاف. وهنا كنحيوا السيد المدير العام للامن الوطني، راه عندك الاشاويس وراه عندك رجال، راه عندك اختلاف معاهم، ولكن اذا مشاهدي الوجه، ولكن راه الحقيقه كتقال، راه الحقيقه كتقال. اذا مشاهدي الوجه شكرا لكم، كان معكم حسن الزاري المدير الجوي لجريده الوجه. واخا اعطيني واحد جوج دقائق من السلام عليكم. والله يرحمك الوالدين. كحزم له، كحزم له راسك. كحزم خليه، تفضل. شوف المهم تحيه للجميع بعدا. ارفع شويه الصوت. اسمع الصفه ديالي سعيد المصباحي رئيس جمعيه الاطلال ورئيس فيدرالية جمعيه سي سليمان اللي عندها تاريخ في النضال ديال الشيء اللي تيوقع عندنا في الشريعه ديالنا. انا نتكلم باختصار. واخا. ان الساكنه ديال كاع اولاد ميلو زهانه عندهم علاقات، كيفاش عندهم علاقه بالارض. حنا ما تنهضروش على الاحكام وما تنهضروش على الملفات، تنهضروا على الحاله الانسانيه اللي كاينه اللي تعيشوها، تنهضروا على الحاله المزريه اللي تعيشوها، تنهضروا على الحاله ديال الضعف وديال اكثر من الهش تيعيشوا هاد الناس، الا تشردوا هاد الناس بصيغه او باخرى، بدون ما نطعنوا في النيات، بدون ما نذكروا الاسماء. يعني الا مشاو هاد الناس ضاعوا، راه كاينه العماله وكاينه البلديه وكاينه الطبيب وكاينه جميع المصالح خاصها تهزهم، خاصها تقاومهم. حنا خاصنا حل مع المعني بالامر، حل تيرضي جميع الاطراف وباقل تكلفه، يا ماديه يا معنويه. وبصيفتي انا كفاعل جمعاوي ومعايا مجموعه. علاش ما تواصلتش معكم؟ علاش ما جلستش معكم على الطاوله؟ عندنا تنقولوا، عندنا وصلتنا شي معلومات في الايام هذه ان غيكون تواصل، ان شاء الله غيكون تواصل، وعندنا رجال وعندنا الناس اللي مدعمانا ففاعلين جمعاويين، وعندنا ناس عندهم حسن النيه ان هذا المشكل غيتحل بلاتي هي احسن. حنا مغاربه سليمانيين غرباوه حسناوه جميع الطوائف فينا. احنا مع الاستقرار ديال البلاد ديالنا، حنا في الدور ديالنا كنتمناو يراعي الظروف ديالكم، كذلك الظروف ديال الوباء، كذلك الجفاف، كما كتعرفوا الظروف اللي هي حقيقه ظروف صعبه. كنتمنى يكون واحد التواصل. واحد الميساج خويا حسن باش ما ننساش، زيد على ذلك
الا هاد المشكل ديال القاعه غيتفك غيتفك باعاده الهيكله. راه ملي عاد دار اعاده الهيكله وانا على علم ان مكتب الدراسات راه عنده جميع الملفات ديال اعاده الهيكله ديال سيسيما كامله، واول دوسي اللي مكاشني راه هو ديال القاعه ديال ولاد ميلون. حنا عندنا علم بهذا الموضوع هذا. الا تفعل لنا اعاده الهيكله، وهذه ماشي اعاده الهيكله، راه تقول بدايه الهيكله، لان اصلا ما كاينش هيكله في القاعه. اعاده الهيكله غنقول على بام مغماريين حي السلام غنقولهم اعاده، اما القاعه وما جاورهما راه عاد بدايه الهيكله. إلا تفعلت الهيكلة أنا لي اليقين أن هذا المشكل غيتحل. إن شاء الله تحمد الدور ديالنا كنطلبوا إن شاء الله تكون إذا الدور ديالنا. الله يخليك أخي حسن، توجه رسالة لوزارة الثقافة اللي ما جاتش فاتت في الدار ديال القصر ديال القايد، وتوجه رسالة لجمعية حقوق الإنسان. فينا هو التضامن؟ فينا هو التضامن؟ معكم وين؟ معكم جمعية ريحانة، معكم جمعية ريحانة. هاد الناس فين غادي يمشيو؟ اين بلاصه غيمشيو؟ واش هاد الحكومه اللي كتحكم عليهم بالافراغ عطيهم شي ماندا، عطيهم شي سكن فين يسكنوا ولو تفرغوا؟ واخا كلمه اخيره. هاد ابراهيم القاسم اللي شرا هاد الارضيه. اسمع بلا ما تجبدو. لا هاد السيد هذا اتصل بيا انا ومسجلو وشرط الفيديو ديالو، وتيقول لي نعطيك اللي بغيتي بعد مني غير نتايا، نعطيك اللي بغيتي خليني نبني، قال السلطه قاد بيا بعد مني غير نتايا وراه مسجل الفيديو. في ظل هذه القضيه هذه، واش هذا الشخص اللي تيقول المواطن عادي حيد انت من الطريق وخليني من السلطه، راه ما تيراعيش للسلطه. هذا الشخص ما كيراعيش للسلطه، وشاد كلشي، شاد عنده نفوذ غير هنا، راه ماشي محليا، وكلشي معاه، وبنى جوج ديور بغياب تامل السلطه، بنا جوج ديور بغياب تامل السلطه. تعرف الضغط ديالنا، كنتمنى يكون واحد الحوار ديال الحوار الطويل، الحوار ديال تكون باش مصطفى كيتعرض له، حتى بدا مصطفى ونط الاخ مصطفى كيتعرض له عاد حبس، واتصل به قال له ودي نعطيك وكذا، وراه الاوديوات عندنا مسجلين، وراه صرح بهم السيد، راه السيد نشرهم، السيد نشرهم هنا، تنبينوا بانهم ما تيراعيش السلطه وما تيعتبرهاش، ما كيعتبرش وزير الداخليه كاين مره، ما تيعتبرش. الحمد لله كاين القانون في البلاد، كنتيقوا في العداله. دابا الحمد لله ديالنا، كنتمنوا ان شاء الله تكون واحد برهنوا لنا اليوم الطريقه باش جاوا، كيفاش تحاوروا مع الناس، برهنوا لنا بانهم كاين بعض الناس نقيين وبعض الناس فاسدين. دابا حنا غنديروا يدنا في يد هذوك الناس نقيين، وغنحيدوا دوك الناس لازم اللي خربوا لنا سي سليمان. خربوا الله عليكم. اذا المشاهدين الواجهه، كان معكم حسن المزاني مدير الجهوي لجريده الواجهه بجهه الرباط من زهانه مدينه